السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا، ليه؟ بيديك الملخصات سواء لكتب سواء لأفلام سواء لمسلسلات بودكاست، أي حاجة أنت عايزها هتيجي تقول له سمرايز، هيقول لك أنت عايز تلخص إيه. هيبقى عنده قاعدة بيانات، يعني مش لخص لك مخصوص، مثلا موفي، في فيلم مثلا معين عايز أعرف فكرته إيه قبل ما أتفرج عليه، تمام؟ طب تعالى نكتب كلمة مثلا إيه، يس، فتلاقي لي يس مان، يس دراي، يس بوس، يس هاوس اوف يو، كل الافلام ديت. فانا اقول له مثلا يس مان، تمام؟ بيقول لازم تدخل، وهو بيديك 10 فري سامري كريدت مجاني، وبعد كده لازم تدفع فلوس لو انت عايز ملخصات تانية. طيب خليني اقول له مثلا لوج ان، فهو اوتوماتيك هيبدا يلخص لك الفيلم ويقول لك القصه بتاعته، بحيث لو القصه عجبتك تبدا ان انت ايه تتفرج عليه، ما عجبتكش خلاص. وبيقول لك برضه الريتنج بتاعه على موقع IMDB، ده موقع متخصص في الافلام والمسلسلات وتقييم الحاجات ديت، فبيبقى جميل. ممكن تنسخ الملخص او ممكن تقول له لا اعمل لي ريرايت، انا مش عاجبني ده. خلي بالك هما بقى 9 كريدت. طيب خلينا نقول له مثلا كتاب، وهنختار مثلا فارب انيمال فارم، هو طبعا مكتوب اكتر من مره لان هي اشهر حاجه. جورج اوريل هو نفس الشخص، اريك بلاير، تمام؟ فيبدا بقى يتكلم عن القصه الجميله ديت. طيب خلينا نقول له 1984، تمام؟ جورج اوريل، يبدا يجيب لك الملخص. فلو عجبك الملخص ممكن ايه تدور على القصه و تقراها، زي ما تشوف هو بيعمل لك سيرش خلال 40 مليون بوك. ممكن تخش على شات جي بي تي وتقول له انا عندي قصه معينه عايزك تلخصها لي، وتدي له اسم القصه يجيب لك الملخص. لكن هنا اعتقد الواجهه اسهل، هو في حاجات خاصه بالبودكاست، يعني ممكن تدي له بودكاست كامل، ممكن تقول له لخص لي مسلسل، تمام؟ تختار مسلسل وتقول له لخصه لي، وهو يبدا يجيب لك الملخص. فانا قلت له مثلا مسلسل سوبر ناتشورال، فبدا ان هو يتكلم عنه، فيلم رعب ودراما في نفس الوقت، فجاب لي الملخص بتاعه. اتمنى يعجبكم للحصول على اي ملخصات.